جزاك الله خير. السؤال الثاني جزاك الله خير. طيب. السؤال الثاني، تبين لي من فتواك قبل عدة حلقات أن المسبوق لا يكون إماما لمن يأتي بعده. ما أدري، أنا أودي أتأكد من الفتوى هذه بس. أنا نعم. إمام مسجد. هذا هو اللي يظهر لي يا أخي، لأن المأموم إنما يكون إماما إذا استخلفه الإمام. أما إذا كان لم يستخلفه الإمام ولا يتحول إلى مأموم، هذا ما يظهر لي. نعم. لا يا شيخ، المسبوق، قصدي المسبوق. المسبوق اللي قام يتم ما عليه هو اللي فيه الكلام. نعم. شكرا.